قصة واقعية مؤلمة جدا وموعظة. يقول أحد الشيوخ: كنت أزور المستشفيات ودور المسنين في كل حين من باب الحمد لله على نعمة الصحة وللتخفيف عن المرضى بدعاء صالح أو بابتسامة لطيفة. فاستوقفني أحد المرضى، شد انتباهي بنظراته رجل يبلغ 90 من العمر. سلمت عليه وإذ أنه أعمى لا يرى. قال لي: أريد منك طلبا. قلت له: أمرك يا عم. قال: والله منذ 3 أيام وأنا جائع. قلت له: ألا يطعمونك هنا؟ قال لي: لا أحب طعامهم ولا أشتهيه. فقلت له: ماذا تريد أن أجلب لك؟ قال لي: أشتهي الخبز. فذهبت واشتريت خبزا وماء وعصيرا وبعض المعلبات. وحين عودت، قبل ما نبدأ اشتراك ولايك للفيديو فذلك يحفزنا على الاستمرار، تابع الفيديو. وحين عودتي أخذ مني الخبز وتناوله بشهية وهو يبتسم ويقول لي: والله ما أطيب الخبز. سألته طالبا منه معذرتي على سؤالي: ألا يوجد لديك أبناء؟ طأطأ رأسه قليلا ثم رفعه وعيونه تدمع وهو يقول: نعم عندي أبناء وهم 10، 6 أولاد و4 بنات، لكنهم كبروا وتزوجوا وكل ذهب في حاله وتركوني في بيتي. كان يأتي علي الشتاء فأتجمد من البرد، أنادي وأصرخ من الألم، لكن لا أحد عندي. وفي يوم من الأيام جاءني أرحم أولادي بي، قال: يا أبي ستترك هذا المكان. ففرحت ظنا مني أنه سيأخذني لأعيش معه وأنه رتب لي غرفة في بيته. والله كدت أطير من الفرح. فقلت له: رضي الله عليك يا ولدي. ومشينا وإذا به يعطيني ورقة. قلت له: ما هذا يا ولدي؟ قال: اجلس هنا وانتظر حتى ينادوا على اسمك، هذا هو المكان الذي سترتاح فيه وتريحنا جميعا، سيهتمون بك لأننا مشغولون جدا. هذا الرجل يبكي ويقول لي: أنا عمري 90 عاما وفي دار للمسنين وحيدا، ما توقعت يوما أن يتركوني، يا ليتني لم أنجب الأولاد، يا ليتني كنت عقيما. قلت له: ألا يزورونك أبدا؟ قال لي: لقد مضى على وجودي هنا 2 سنين في كل يوم، أتمنى أن يدخلوا علي ويمضي النهار بطوله ولا أحد يطرق بابي. قلت له: ادعوا لهم الله يهديهم. قال: لا يا ولدي، والله لا أتركهم يوم القيامة، والله لا أقف أمام الله خصيما لهم. وأجهش بالبكاء. فقلت له: لا تبكي وأرجوك أن تدعو لهم، عسى الله أن يهديهم، بيتهم كلهم 10 أبناء ولا يوجد واحد منهم فيه الخير. رفع يديه وقال: يا رب لا تسعدهم في الدنيا ولا في الآخرة. خرجت من المستشفى وأنا أبكي، وقررت زيارة هذا الرجل كلما سنحت لي الفرصة. وفعلا بعد مدة ذهبت فلم أجده. سألت مدير المستشفى فقال لي: لقد مات. قلت: وأولاده؟ قال: اتصلنا بهم فقالوا لنا غسلوه وادفنوه، فنحن مشغولون. الويل كل الويل لمن كان خصمة يوم القيامة. الوالدين رسالة لكل عاق للوالدين قبل فوات الأوان، فوالله ثم والله أنها دين سيرده أبناؤكم لك. إذا بتحب القصص اشتراك ولايك للفيديو ليصلك كل قصصنا الجميلة.